الكثير من المسلمين لا يعرفون ما هي المسيحيه يكتفون فقط بما سمعوه يتردد من اشاعات حولها بل ان البعض يعتقد ان المسيحيه هي مرادف للغرب فهي في نظرهم توصي بالانحلال الاخلاقي والتبرج والسكر والدعاره والشذوذ الى اخره فهل فعلا المسيحيه هي كذلك خلونا نسمع بعض الاجابات ونعود المسيحية لا تعلم الانحلال الاخلاقي المسيحية بتعلمنا ان احنا نكون صورة الله على الارض المسيحية لا تعلم الانحلال الاخلاقي البتة لكن الكتاب دايما بيعلمنا وبيقول ان ذوقا صالح يا رب علمني احنا لو حطينا مثال جميل قوي انه لو الرب يدفع مكاني انا هعمل ايه؟ هقدر اعرف اجاوب على السؤال ده ببساطه جدا المسيحيه طبعا بتعلمنا ان احنا نكون بنعيش في القداسه زي ما الرب يسوع عايش على الارض لا مش بتعلم الانحلال الاخلاقي بالعكس بتشرح يعني ايه اخلاق اصلا المسيحيه لا تعلم الانحلال الاخلاقي اول شيء لازم نعرفه ان المسيحيه ليست هي الغرب صحيح ان المجتمعات الغربيه بنيت على بعض المبادئ المسيحيه مثل مثلا الحريه واحترام حقوق الانسان وكانت الكثير من البلدان الغربيه الى حد قريب جدا تتكون من اغلبيه مسيحيه لكن اليوم الوضع مختلف فالكثير من البلدان الغربيه تغلب عليها اللادينيه والالحاد واللامبالاه بالدين عموما بل وتوجد فيها اديان مختلفه لذلك لا يمكن لوم المسيحيه على كل ما يوجد في الغرب وحتى ما تروج له الافلام من خلاعه وانحلال اخلاقي فهذا لا علاقه للمسيحيه به المسيحيه تعلم عكس ذلك تماما بل وتتعرض المسيحيه في الغرب للانتقاد والسخريه بسبب تحفظ اتباعها على الكثير من الامور التي يرونها غير اخلاقيه لكنها منتشره في المجتمعات الغربيه المسيحيه توصي العفه توصي الطهاره فالمسيح كان رمزا للعفه لم تسجل عليه الاناجيل اي عمل مشين بل يعتبر في نظر المسيحيين المثال الاعلى للطهاره والقداسه وكذلك والدته القديسه مريم فقد تحدثت عنها الاناجيل كونها رمزا للعفه الجنسيه وتلاميذه ايضا يعدون نماذج للقداسه والطهاره الكتاب المقدس مليء بالايات التي تحذر من الزنا مثلا فقد جاء في الوصيه السابعه من الوصايا العشر لا تزني وفي الوصيه العاشره نجد ايضا لا تشتهي امرأة قريبك وعندما جاء السيد المسيح اوصى باكثر من ذلك فقد قال قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني اما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فهل هذه الوصيه تنطبق على ما نراه اليوم من افلام وما نراه في الكثير من البلدان الغربيه؟ طبعا لا. بطرس احد اهم تلاميذ المسيح يخاطب المسيحيين ويوصيهم بان يكونوا قديسين مثل معلمهم الذي دعاهم، اي مثل المسيح. نفسه فقال بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة وكذلك أوصى الرسول بولس في رسالته بالعفة حيث خاطب المسيحيين مثلا في مدينة أفسس قائلا وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين ليس هذا فحسب بل حتى المثلية الجنسية التي صارت الان منتشرة في الكثير من البلدان الغربية وحتى العربية فهي ليست من التعاليم المسيحية. المسيحية نهت عن ذلك بشدة حيث جاء في التوراة مثلا ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امراة انه رجز. وفي رسالة بولس الرسول لاهل مدينة كورنثوس نجده يعلم أن مضاجع الذكور سوف يدانون على أعمالهم حيث يقول أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله لا تضلوا لا زنات ولا عبدة أوتان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله هذا غيض من فيض فكل من يرتكب هذه الاعمال حتى لو كان مسيحيا بالاسم فهو يخالف تعاليم الانجيل وتعاليم السيد المسيح مخالفه صريحه. ولذلك لا يمكن لوم المسيحيه على مظاهر الانحلال الاخلاقي، بل ينبغي ان يلقى اللوم على مرتكبيها فقط. وهنا افرق بين النهي وبين حريه الشخص. المسيحيه لا تتبنى ولا تعلم المثليه لكن لا يمكن لنا ان نقف ضد حريه الاشخاص هم احرار فيما يفعلون لكننا لا نوافقهم البعض يعتقد ان المسيحيه تعلم التبرج وتعلم اتباعها ان يلبسوا لباسا غير لائق وهذا غير صحيح فالمسيحيون مطالبون بان يعيشوا حياة تليق بمسيحيتهم الكتاب المقدس يعلم النساء المسيحيات مثلا ان تزين دواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر او ذهب او لآلئ او ملابس كثيرة الثمن بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله باعمال صالحة لكن هذا لا يعني ان تغطى المراه تماما بحيث تطمس هويتها فالمبالغه او التطرف في الاتجاهين غير صحي التبرج والعري الزائد لا يليق والتغطيه الى درجه التخلص من ملامح المراه ايضا لا يليق لباس الحشمه يعني لباس لائق دون افراط او تفريط المسيحية لا تأمر بزي معين مثلا مثل الحجاب أو النقاب الموجود في البلدان الإسلامية وفي الإسلام فالأمر بزي معين يعني أنه فرض المسيحية تعلم المبدأ وتترك للمرأة حرية الاختيار بحيث تراعي تقاليد المجتمع الذي تعيش فيه وتلتزم بالذوق العام وكذلك الأمر بالنسبة للرجال فاللباس يتطور ويتغير من مكان لاخر ومن مجتمع لغيره ومن زمن لاخر لكن المبدا لا يتغير المبدا هو الحشمه في اللباس فوق كل هذا تركز المسيحيه على داخل الانسان فالكثير من النساء بامكانهن ارتداء اكثر الالبسه محافظه لكن القلب مليء بالانحراف كذلك الرجال السيد المسيح واجه الكثيرين الذين يركزون على المظاهر وينسون داخل الانسان خصوصا المتدينون الذين يجعلون المظاهر الدينيه واجهه لاخفاء الفساد الداخلي. قال لهم السيد المسيح: ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون المراؤون لانكم تشبهون قبورا مبيضه تظهر من خارج جميله وهي من داخل مملوءه عظام اموات وكل نجاسه، هكذا انتم ايضا من خارج تظهرون للناس ابرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء واثما. جيد ان نلبس لباس الحشمه، لكن الافضل منه ان يكون داخلنا نقيا طاهرا. الدين والحجاب واللباس لا يغير الانسان، التغيير الحقيقي يحصل داخل قلب الانسان، فان كان القلب طاهرا يكون الخارج ايضا طاهرا، لذلك قال السيد المسيح عباره خالده طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله. حلقتنا انتهت، لا تنسوا التعليق ولايك وشير وألقاكم بالف خير.